الطباخ الإسباني أو الشيف الإسباني ريكاردو سوتريس لنرى نتيجة طبق أو طبخه لأطباق التاباس. الخير مجددا وأهلا وسهلا هنا في مهرجان إكسترافاغانزا وهو تعاون بين منطقة أستوريس والليغا الإسبانية، وسوف نطبخ مجددا وأقدم لكم الشيف ريكاردو سوتريس وهو من أستوريس من أشهر طهات في أستوريس، وسنقدم لكم الآن شيء مع اللحم. لدينا سنضع بعض هريس البطاطس السلارياك، وتم طهي هذه الجزء من خد البقر وهو معروف جدا في أستوريس، تم طهيه لفترة طويلة بتقنية البريزينج، ولدينا صلصة معينة تم طهيها أيضا لفترة طويلة، وسنضعها فوق قطعة خد البقر، وسنضع هذه الصلصة فوق خد البقر مع هريس السلارياكس. إذن لدينا مكونين أساسيين، اللحم وخضار السلارياك أو القلقاس كما يسمى في بعض الدول العربية، وسنقوم بتحميص وتشويح بعض المكونات. هناك البصل والفطر، وسأقوم بذلك بسرعة جدا على حرارة مرتفعة جدا، وعلى عكس طهي الخد، خد البقرة الذي يتطلب 5 ساعات من الطهي، القليل من الحرارة فقط. سنضع هذه المكونات الجميلة جدا، الفطر البري الجميل، فوق خد البقر، وسنضع بعض الأمور الصغيرة التي ستغير مفهوم الطبق بشكل كبير وتضيف إليه الهوية الإسبانية. نضيف الآن الكما أو الترافل، وهي من أثمن المكونات ومن ألذها بالطبع. بعد الكما لدينا إضافة سحرية وهي صلصة الأيولي بالزعفران. الأيولي يتضمن بالتأكيد الثوم، والزعفران وجدناه هنا في دبي من أجود أنواع الزعفران، صلصة الأيولي التي تشبه المايونيز، وسنضيف أيضا بعض الأعشاب التي وضعناها في إمالشن، وسنضيف بعض الأعشاب الحقيقية الطازجة إضافة إلى صلصة الأعشاب المحضرة مسبقا، فوق الخد الذي تم طهيه لساعات 5 ولساعات طويلة بكثير من الحب. وهذا هو الطبق نقدمه لكم، طبق جميل أيضا يعد ضمن التاباس، ولو كنتم هنا لكنتم استمتعتم به. أكيد يا شيف، ويمكن أول مرة بسمع عن خد البقر أنه يستخدم في بعض الأكلات، وهذا يعني الفائدة من التعرف على الثقافات الأخرى. خليني أسألك عن الصوص، إيه هي مكوناته؟ هذه الصلصة ما قمنا به هو أننا وضعنا بعض الكثير من الخضروات، وتم تحميص وتشويح الخضروات، ثم مع عصير العظام، عظام البقر، وتم وضعها في الفرن لفترة طويلة مع الخضار، ثم نطبخها لساعات طويلة ربما 4 ساعات، ثم نخفض الحرارة ونخفض حجم الصلصة ونضيف بعض من العصير البندورة أو الطماطم ونصفيها، ولدينا هذه الصلصة اللذيذة جدا. طيب شكرا لك الشيف الإسباني ريكاردو سوتريس لرؤيتنا هذه الأطباق الشهية من شمال إسبانيا. أكيد لازم أنا ومروان نجرب. أكيد طبعا.